في البداية عاوزين نعرف فكرة تأثير التكنولوجيا بالشكل الكبير ده على الحروب، يمكن دي حاجة تخض كمان يعني خضائح، وأكيد السادة المشاهدين مخضوضين التكنولوجيا والحروب. صحيح. إيه تأثير التكنولوجيا على الحروب اللي إحنا شايفينها واللي إحنا عايشينها دلوقتي في المنطقة؟ طيب عشان نخش لازم نعمل بس انترودكشن أو مقدمة عن الحروب وأجيال الحروب. الحروب طبعا الجيل الأول هو عبارة عن جيشين نظاميين قدام بعض. الثاني بيبقى عبارة عن هي جيش قدام عصابات زي ما حصل في أمريكا اللاتينية زمان. الجيل الثالث اللي هو دي مدرسة يعني بدأت فيها ألمانيا ولكن نفذتها مصر. إيه هي بقى في أكتوبر؟ هي حاجة ضربوا فجأة بشكل حاسم وسريع، بيبدأ هو يكسب الأرض من فوق من هو يكسب الأرض من تحت. طيب الجيل الرابع هو عبارة عن مجموعة منظمات بتهاجم دولة بشكل معين لتمقت الدولة زي ما في أمريكا في 2001. الجيل الخامس اللي هو عن برضو مجموعة عصابات داخلية بيستعينوا بمواطنين داخل الدولة برضو لحربة الدولة. طب عن طريق الشائعات يعني؟ لا، على حرب حقيقة إرهابية يعني إرهاب طيب الجيل السادس ده بقى نقلة نوعية تانية. الجيل السادس هي الحرب ريموتلي يعني عن بعد. زي حادثه البيجر في جنوب لبنان بالظبط. ما دي بقى ممكن نفسر فيها اكتر من حاجه. اولا هو استخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل دقيق في السلاح. طيب اي اختراع بيتم في الاتصالات او تكنولوجيا المعلومات بيستخدم عسكريا اولا، ده اللي الناس ما تعرفوش. اولا طبعا اولا يعني الحاجات اللي بتنزل للناس دي بتبقى الجيل اللي فات خلاص، ده الجيل اللي فات يعني الموبايلات والكلام ده جيل فات خلاص على العسكريه واستخدموه. وده بان قوي في الحرب العالميه، يعني ده كانت المانيا متفوقه طبعا على التحالف وكسبوا الحرب العالميه الاولى، ولكن في الحرب العالميه الثانيه التحالف عمل ايه؟ ألمانيا كانت متفوقة في الطيران، وبالتالي لابد أن هم كان يجدوا شيء يواجه هذا الطيران ويواجه هذه التكنولوجيا. على الرغم أنا بقول لحضرتك برضو حاجة مهمة جدا، أنه اللي اخترع الطيران النفاثة اللي استخدمت في الحرب العالمية الثانية ده عالم بريطاني، ولكن مين اللي صنع؟ شوف بس عشان دي رسالة، المفروض أن احنا أي اختراعات أو ابتكارات نبدأ في تصنيعها ونشرها بسرعة. اللي صنع بعد 9 سنين سنة 1930 تقريبا اللي صنعها الألمان وهاجموا بها أيرلندا على طول بعد 3 أيام. طيب جم التحالف لازم نواجه هذا الموضوع لأن في شفرات وفي حاجات زي كده، فبدأوا يعملوا أول كمبيوتر كهربائي. أول كمبيوتر كهربائي ده كان سنة 1944. تمام. ليه بقى؟ لأن الشفرات اللي كانت تستخدم في الجيوش ما كانوش بيعرفوا يعني يفكوها، فبدأت الكمبيوتر الضخم ده تدخل في حل هذه الشفرات وتدخل في معرفة الشفرات وبدأ يتدخل كمان في إطلاق الصواريخ. ده طيب أول مرة. دكتور أشرف خلينا في الوقت الحالي. سيبني بقى من الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. الوقت الحالي يعني خليني أقول إنه اللي إحنا بنشوفه سواء بقى في غزة